توقعت إخراج زكاة فطر كم؟ 5. وقت جواز ووقت وجوب ووقت استحباب، وقت فضيلة، وقت كراهة، ووقت تحريم. كم صارت هذه؟ 5. وقت جواز، وقت الجواز يبدأ من أول يوم من رمضان، فيجوز أن يخرج زكاة الفطر من تاريخ 1 رمضان. يجوز أن يخرج زكاة الفطر من تاريخ 1 رمضان. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقهية تقول كل عبادة مالية لها سببان يجوز أن تقدم على واحد منهما. كل عبادة مالية لها سببان يجوز أن تقدم على واحد منهما. فزكاة الفطر عبادة مالية لها سببان: إدراك جزء من رمضان وإدراك جزء من شوال، فيجوز أن تقدم على أحد السببين، فهنا تقدم على إدراك جزء من شوال. فبمجرد أنك أدركت جزءا من رمضان إذن يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر. فهمنا؟ هذا وقت الجواز. وقت الوجوب ليس المقصود بوقت الوجوب أي وقت يجب عليك أن تخرج الزكاة فيه، لا، وإنما الوقت الذي إذا أدركه مستوفي الشروط وجبت عليه، وهو أن تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان وهو متصف بصفات الوجوب، بأن يكون مسلما وعنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه، يكفيه ويكفي من ينفق عليهم يوم العيد وليلة العيد. وقت الاستحباب بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وقت الكراهة أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد ويخرجها قبل غروب الشمس، يعني لو أخرجها يوم العيد في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر فهذا مكروه، ليس حراما. واضح؟ وقت تحريم أن يؤخرها عن غروب الشمس يوم العيد، فإذا أخرها إلى ما بعد غروب الشمس يوم العيد بغير عذر فهذا حرام. واضح؟